مدرسة المعتز بالله في مدينة نصر، الناس كلها واقفة والشباب زي الورد اهو. كل اللجان اللي فيها ناخبين هتظل تعمل حتى الانتهاء من الناخبين طالما داخل اللجنة، وبمجرد انتهاء اللجان سيتم الفرز على أن ينتهي كل لجنة انتهى فيها التصويت، القاضي بيبتدي يعمل الفرز. وعلى الغد كده إن شاء الله يكون انتهى من الفرز، ثم يسلموا إلى اللجنة العليا، واللجنة العليا تبعت للجنة العامة اللي هي في القاهرة. كل محافظة فيها لجنة عليا، كل منطقة فيها كل لجنة مركز عليا. كل مركز عنده لجنة بيرأسها، كل مركز بيجيب من كل الصناديق، احنا عارف القرى والنجوع وخلافه بالزبط. بيجمع ده كله ويعمل الأرقام، يجمع الأصوات والفرز والأرقام، الحضور والباطل وكل المرشح، كل ده وكشف تتنقل للجنة العامة العامة بتاعته. اللجنة العامة بتنقل للجنة أعلى منها اللي موجودة في المحافظة، ثم تذهب إلى الهيئة الوطنية. الهيئة الوطنية بتعيد مراجعة الأرقام اللي عندها وتجمعها كلها على بعضها في ثم تعلن النتيجة النهائية بكل الأرقام يوم 18 ديسمبر القادم، زي ما جاء في المؤتمر الصحفي. لا يستطيع قاضي النهاردة في أي لجنة أنه يعلن الأرقام اللي عنده. مظبوط. لن نسمع أرقام اليوم ولا مؤشرات ولا تقريبا ولا أي شيء. كل اللجان الفرز مسموح بحضور ممثل المرشح او ممثل او وكيل عنه. مظبوط. والصحف ووسائل الاعلام المرخص لها من الهيئه العليا. مظبوط. ده من حقه انه يدخل يحضر الانتخابات، مش مقفول يحضر على الفرز. حد يحضر الفرز مش مقفول على حد. مظبوط. وده كله على الهوى، وده تاكيدا لسلامه عمليه الفرز، وانها عمليه تتم وفق الضوابط القانونيه وضوابط الاشراف القضائي عليها، بحيث ما يبقاش في اي نوع من انواع التاويل أو إنه يبقى حد يطلع. مفيش شفافية كاملة. بالظبط بالظبط. طيب قول لي، وإحنا بناخد نفسنا كده وبنرتاح بعد ثلاث أيام شقة من المتابعة والتعبير عن إحساسنا بكلام قد يكون معاد أحيانا غصب عننا، لأن المشاعر بتتجدد كل ما بنشوف الناس، والفرحة اللي كنا فرحانين إن الشعب المصري بيشارك في عملية سياسية سيكون لها تداعيات وتأثيرات بعد كده. خلصت الليلة، خلصت الانتخابات الرئاسية الحمد لله، وانا انتظر اعلان النتيجة وتمت على خير. قل لي مجموعة ايجابيات انت رصدتها فيما حدث، نقطة نقطة كده كأننا بنقيم ما حدث على مدار ثلاث ايام. اول ايجابية لازم يعني نقولها انه البدن المصري تعافى كليا من التيارات المضللة وتيارات اللي كانت إرهابية وكانت تسيطر على بعض العقول. نستطيع الآن أن نقول أن الشعب المصري تخلص وتعافى تماما من هذا الضغط أو هذا العبء اللي كان بيسحبه باسم الدين. نعم. ده لم يعد موجودا. والقطاع الكبير اللي ظهر بشكل قوي جدا في هذه الانتخابات أنه غير متأثر، وأنه لديه رؤيته الخاصة، وأنه متحرر تماما في عقليا في الاختيار، قطاع الشباب. نعم. ده قطاع مهم جدا، وكان دايما عنده تردد وعزوف عن المشاركة في الانتخابات بالشكل الكبير، خصوصا وأن احنا دايما كانت الناس بتنظر إلى الشباب المصري على أنه شباب مش مسيس، إنما ممكن يكون منتمي لتيارات معينة، زي ما حضرتك كنت بتشوف في الجامعة في تيارات للإسلام السياسي وغيره، كان فيها انتماء، وكان في تيارات يسارية وخلافة، تيارات إسلامية والإخوان المسلمين، ده كان تيار لوحده. هذا التيار الشارع المصري تعافى منه تماما في هذه الانتخابات، واضح تماما أنه ليس له حضور أو تأثير بأي درجة من الدرجات. الأرقام اللي سمعناها وبتتردد أو اللي شو حضرتك بتعرضه على الشاشة لحضور الناس بيقول أن الدعايات المضادة لم تؤثر في الشارع المصري على الإطلاق، بل على العكس زادتهم قوة، زادتهم إصرار. النقطة الثانية أنه الشعب المصري عندما يشعر بأن هناك خطر يهدد أمنه، لأنه شعب تركيبته الديموغرافية أنه محب للاستقرار، وأنه لا يعمل، هو شعب يعني وصفه كثير من المفكرين أنه شعب نهري، فيحب الأمور تبقى مستقرة عشان يقدر يشتغل ويعمل ويتعايش، وأنه هو بيفضل الاستقرار على أشياء أخرى
كثيرة جدا. فهب الشعب المصري عندما شعر أن هناك خطورة على الدولة الأمن المصري. القومي بالضبط، تحرك بشكل ممكن حك قلت ما حدش كان متصور أو متوقع، لكن هو دايما وأبدا بيبقى عنده هذه النزعة اللي بتظهر في الأوقات اللي زي دي. في ظواهر أخرى أنا شفتها الحقيقة ورصدتها، وكنت بكلم أحد المحافظين يعني قال لي أنه في حضور كثيف للمرأة في الصعيد، للمرأة الصعيدية في الانتخابات. إحنا عندنا وحك عارف الصعيد برضو كويس طبعا، الست ما كانتش يعني إيه بتروح في المدن، كان قليلا، لكن في القرى ما فيش ستات بتروح الآن، وفي صور حضرتك كان موجود لذا كانوا موجودين بكثافة. دي اللجنة، لجنة في مدينة نصر، الناس داخل اللجنة جوه بتصوت بالفعل. اتفضل. فالظاهرة اللي هي أن تشارك المرأة الريفية والمرأة في القرى والمرأة في الصعيد، ده معناه أنه في حالة من حالات الوعي المصري اللي فيه تقدر تقول يعني انتفاضة مصرية. أيوة. تحرك مصري قوي. كمان برضو ما نقدرش نقول أنه نغفل أبدا أنه يعني هناك ثقة كبيرة في النظام السياسي وثقة كبيرة في النظام الانتخابي، وأنه رغم كل ما قيل من أنه انتخابات محسومة أو غيره، إلا أنه الناس يعني قالت أنا لماذا أحرم من صوتي؟ نعم. إن هذا حق كفله الدستور، والحق ده مش كفله، ده جوه جزء من عقد الشراكة اللي بين المواطن والدولة، أنه المواطن يكون شريك، والشراكة تأتي بصندوق الانتخابات. احنا شفنا انتخابات يعني ما شفناش زيها قبل كده في الحضور، لم نسمع حضور بهذا المستوى ولا في أي انتخابات يعني اللي بيكون فيها استقطابات كبيرة، سواء مجلس يعني لو قارنا بانتخابات 2012 مثلا. أيوة. ما فيش العدد ده، ما فيش العدد، رغم أن كان المرشحين كتر يعني كان فيها 12 مرشح تقريبا في المرحلة الأولى وكان فيها استقطاب حاد جدا، والاستقطاب ده كان طبعا ديني، وكان يعني في من على المنابر دعوات دينيه بانه يعني الناس اللي ما يختارش فلان قاسم وغيره، يعني كان فيها دعوات دينيه، وده اللي اتخلص منه الشعب المصري الان، اصبح حر في اختياره، مفيش ضغط عليه لا باسم جماعه دينيه ولا باسم بتاع، هو يعرف ربنا كويس وعارف انه يقدر يختار الاختيار الصحيح. الجزء الثاني انه ومهم جدا انه رغم المعاناة الكبيرة التي يعانيها الشعب المصري في ظل الظروف الاقتصادية، الا انه عنده ثقة في ادارة الدولة وانها قادرة على انها تتجاوز هذه الازمة وتتجاوز هذه المحنة، لانه مرت بتجارب كتيرة جدا نستطيع ان نبني عليها، وبالتالي نقدر نحقق خروج جيد من هذه الازمة، وعلى العكس يمكن تخلينا الأزمات اللي مرت تخلينا نبقى عرفنا مشكلاتنا، وإحنا الآن الأرض ممهدة لأن يكون عندنا صناعة قوية، يكون عندنا زراعة.